أنه لا توجد أي سورة في القرآن حتى ولو كانت أقصر سورة إلا وفيها لفظ أو لفظان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، لا توجد في سورة أخرى. سبحان الله. كل سورة أيا كانت لها ألفاظ تميزها لا توجد في غيره. اختر أي سورة، أقصر سورة، لا يمكن إلا أن يكون فيها كلمة أو كلمتان أو ثلاث أو تميز أربعة، عن بقية ما من توجد في غيرها أخواتها. من القرآن. سبحان الله. انظر، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هذا اللي هو لا يوجد في القرآن في غير هذه السورة. صل لربك وانحر. وانحر لا توجد في القرآن في غير هذه السورة. إن شانئك، لا توجد شانئك في القرآن غير هذه في هذه السورة. هو الأبتر، الأبتر لا توجد في القرآن كله في غير هذا الموضع. سبحان أربع كلمات وأقصر سورة. وكذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد لا، هذا اسم الجلال، اسم الصمد لا يوجد في القرآن في غير هذا الموضع. لم يلد ولم يولد، كذلك باللفظين كما هما لا يوجد. ولم يكن له كفوا، له كفوا لا يوجد في القرآن كله في غير هذا الموضع. أربعة ألفاظ. وهكذا كل سورة أيا كانت، ما من سورة إلا وفيها كلمات تميزها لا توجد في غيرها نهائيا.